شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد طارق الشريف رئيس الكونفدرالية كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، سيد كبير عالم الممثل المقيم والمساعد في برنامج الأمم المتحدة، سيدات والسادة، شكرا على وجودكم اليوم. كي نشوف الأرقام يعني سعيد جدا، ولكن في تونس باش يقولوا لك مش تونس هذه ثلثية يعني متفائلين، أنا مع ثلثية. يشرفني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح هذه الدورة الثانية من ظاهرة مقياس حول واقع المؤسسات التونسية والتحديات التي تواجهها. وأود في البداية أن أنوه بأهمية هذه المبادرة وأن أتقدم بشكري للكونفدرالية ولبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لإطلاق هذا المشروع والمتمثل في وضع مقياس علمي لمتابعة تطور مناخ الأعمال في تونس ووضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة دورية، وذلك اعتمادا على مقاييس علمية، مقاييس دقيقة وموضوعية معترف بها على المستوى الداخلي والعالمي. وهذا اعتقد سيساهم في مزيد توضيح الرؤية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن من إضفاء نجاعة أكبر في تقييم ملائمة ومردودية الإجراءات والقرارات والسياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والمالية، ومنها بالخصوص الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم اليوم أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا ناتج عن تراكمات وسياسات يرجع البعض منها لعشرات السنين، ولضغوطات اجتماعية تفاقمت حدتها منذ سنة 2011، منذ ثورة 2011، وكذلك لمناخ اقتصادي ومالي داخلي وخارجي لم يعرف الاستقرار منذ العديد من السنوات، ويعتبر عدم الاستقرار أكبر عدو للاقتصاد، وكلما تواصل كلما صعب إعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد التونسي، ولا يتوقع تحسن تصنيفات تونس والترقيمات في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ولقد حرصت شخصيا على مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب وأهمية التحديات المطروحة منذ أن توليت مسؤولية رئاسة الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، وكذلك عند تقديم الميزانية السنوية أمام المجلس، وأعلنت عن ضرورة الإصلاحات الكبرى لإنقاذ الوضع ووجوب تفهم ومساهمة كل الأطراف الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والأجراء والإدارة وجميع التونسيين في تقاسم التضحيات والانصراف للعمل، خاصة وأن مجالات وفرص الاستثمار مثل ما ذكرتم وخلق ثروات متوفرة في كافة جهات الجمهورية التونسية وتشمل قطاعات متنوعة ومتعددة على غرار الفلاحة والسياحة وتثمين الانتاج المحلي والموارد الانشائية والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. كما أن لتونس علاقات متميزة مع البلدان المغاربية والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية بالخصوص، يجب ترجمتها اقتصاديا إلى مشاريع وشراكات مربحة للطرفين، بما يمكن من مزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها، ويضمن تواجد مؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة في مختلف أنحاء العالم. أطلقنا كذلك حربا على الفساد الذي تغلغل في العديد من المسالك والعلاقات، بما يهدد المصالح الاستراتيجية للوطن وسمعة البلاد ومكانتها على الساحة الدولية. وأعلنت منذ البداية على أن الحكومة ستواجه ردة فعل الأطراف المسؤولة على الفساد والمستفيدة منه، وأكدت على عزمنا على مواصلة الحرب ضد هذا الخطر الهدام لحماية لمصالح وطننا ولمصالح اقتصادنا وشعبنا التي تبقى فوق كل اعتبار. وفي نفس الإطار اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة الاقتصاد الموازي والتهريب الذي استفعل في السنوات الماضية وأضر بالقطاعات الاقتصادية وبالمؤسسات المنظمة، وكذلك بالتشغيل عن طريق إغراق السوق التونسية ببضائع لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة على حساب المنتوج المحلي الذي توفره المؤسسات واليد العاملة التونسية في إطار احترام القوانين والإجراءات الاقتصادية. السيدات والسادة، إن التحدي الأهم بالنسبة لبلادنا اليوم هو اقتصادي بالأساس، وتحقيق أهدافنا في مجالات التنمية والتشغيل وتحسين التوازنات الاقتصادية والمالية والتخفيف من المديونية واسترجاع الدينار لقيمته أمام العملات الأخرى والضغط على ارتفاع الأسعار، تبقى كلها مرتبطة بقدرتنا على رفع تحدي استرجاع الاقتصاد الوطني لعافيته،
واعتماد منوال واستراتيجيات تنموية جديدة تكون ملائمة لمقتضيات الوضع بتونس وللتغيرات العميقة للمحيط وللمناخ الاقتصادي الداخلي والخارجي التي سجلت في السنوات الأخيرة. وأود في هذا الإطار أن أؤكد من جديد أن الدور الأساسي في رفع التحدي الاقتصادي في المرحلة الحالية والقادمة موكل للمؤسسة، وأن المؤسسة هي أساس ربح هذا التحدي، ويرتكز على مدى قدرة المؤسسة التونسية والاقتصاد التونسي على مواجهة المنافسة العالمية وضمان مستوى من المردودية والنجاعة والجودة يضاهي ويفوق ما توفره بلدان أخرى مزاحمة لتونس. لهذه الاعتبارات بادرنا باتخاذ إجراءات عديدة لدفع الاستثمار والتصدير والتشغيل في إطار قانون المالية وقوانين وقرارات خاصة تهم بالأساس تفعيل القانون الجديد للاستثمار والحوافز والامتيازات الجبائية التي ينص عليها، محاربة البيروقراطية المفرطة بالحد من التراخيص وتقليص الأجال، وتفعيل مبدأ سكوت الإدارة والامتناع عن سن أي ترخيص جديد، كذلك تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين. ونعتقد أن ذلك سيؤدي دون شك إلى تحسين ترقيم تونس في مؤشر دوينج بيزنس سنة 2018. العمل على إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية على غرار السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والنسيج والجلود والأحذية، والتي أعطت أرقام طيبة منذ انطلاق هذه السنة في مستوى التصدير. كذلك التشجيع على التصدير بتفعيل المجلس الوطني للتصدير وتفعيل مساهمة الدولة في التكفل بتكاليف الترويج والنقل وفتح خطوط نقل جوي وبحري تربط تونس بالأسواق الهامة والواعدة، كذلك مراجعة قانون الصرف، وأيضا الإعلان عن طلب عروض إنجاز الرصيف 8 و 9 لميناء رادس قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2018، هذا إلى جانب إجراءات عديدة أخرى أعلنت عليها الحكومة. وبفضل هذه المجهودات ومجهودات الأطراف الاجتماعية والمؤسسات سجلنا بوادر تحسن ملحوظة في العديد من القطاعات على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة، يجب العمل على مزيد تدعيمها والرفع من نسق تطورها، خاصة ونحن في حاجة إلى تحقيق نسب نمو تتجاوز 5% في أفق 2020 حتى نحقق أهدافنا في مجال التنمية والتشغيل بالخصوص. وتبقى مسألة المالية العمومية التحدي الأكبر اليوم للاقتصاد التونسي، حيث أن الحكومة طرحت في 3 إصلاحات كبرى على الأقل تخص الصناديق الاجتماعية وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية، وطالما لم يقع تفعيل هذه الإصلاحات، طالما بقيت المخاطر والمخاوف على المالية العمومية، وبالتالي فإن الحكومة عازمة خلال هذه السنة على تفعيل هذه الإصلاحات بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم، وذلك حفاظا على التوازنات المالية ودعما لصحة الاقتصاد التونسي. سيدات والسادة، نحن اليوم في أشد الحاجة إلى العمل والإنجاز بعيدا عن المزايدات والضغوطات، وأنا أدعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار لعامل الوقت لتدارك الوضع وضمان المكانة التي تليق بتونس وبكفاءاتها في الأسواق العالمية، خاصة وأن لنا من الخبرة ومن الطاقة ما يمكننا من احتلال مواقع متميزة في العديد من المجالات. أن مبادرتكم اليوم كمنظمة أعراف في إطلاق مقياس خاص لتقييم ومتابعة وضعية المؤسسات في تونس تترجم بوضوح ما نسعى إليه جميعا من تدعيم الشراكة بين السلطات العمومية وأوساط الاقتصاد والأعمال حتى تكون الأدوار متكاملة ومتفاعلة، ونضمن بذلك نجاعة الاختيارات والقرارات الكفيلة بتحقيق انتظارات شعبنا وتطلعاته، خاصة في مجالات التنمية والتشغيل. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, monsieur le ministre. En synthèse, on est face à un défi de taille. On mesure aujourd'hui une certaine lenteur et lourdeur administrative sur laquelle, face à laquelle on essaie de lutter. Monsieur le chef du gouvernement rappelle qu'il a été de ceux qui ont exposé les faits et les vérités. Et aujourd'hui, les relations à l'international qui sont excellentes, qui sont bonnes, il suffit de les optimiser, il suffit de les exploiter. C'est bon ? Parfait, merci. Et ben, je voudrais inviter M. Mourad Ben Mahmoud, Managing Director au sein de HLBGS Audit et Advisory, et M. Youssef de l'Institut One Tour.